واخ ايش خاطر فوق هنا الدكانة اسكت اخوات جلس. بسم الله بسم الله. شو بلاتي اش كيداش كي سيد تخرك نيخ والله يرحم الوالدين ياك باش يصلح خاطرهم فوق كاريك يرحم ربي والدينك انك اسكت نسكتي مزيان في المشكا ياك يا ما تبغيش تغمسنا غير الله يرحم الوالدين باش يصلح خاطرنا خدمت مرات تاخذ والو الله يرحم الوالدين النيش يا اديش يا عبود يا ورجل مري اهو ياك وتيجي ولا نجيكي صغير يعني ما تشيت ولا ما تشوي لكن نوحل غير غات كشمت الله يرحمه بارك الله فيك. مباشرة بعد بلوغنا للبيت يقوم عبد الرحمن بإعداد حبات اللوز على شرفنا. وقد امتلأ عياء وعرقا من مشقة يومه، فإن العاديين على هذا المنوال لا يدخرون جهدا في استضافة الوافد وإكرامه دون كل أو ملل. أما عبد الله فقد انطلقت الفرجة عنده للتو، فحيثما يجتمع الشاي بحبات اللوز والسمر عنده إلا ويطلق العنان للخالدات من قصصه وأحاديثه. إني سحطت بلاي قرد لقياس بلات إبالا البلار مدنت في النغواتي إبالا يموريق مدنت في النغوال إقرد بالعاني غلق سود نغندات اختى دوري السنتة لنيات كي غلاني عليا إني سنكرت بلقات في حالة جن أمغار هنغوات التيقان إني سمغار نون هنغوات التيقان. ليقدم بعدها الطاجن سيد المائدة أمير السمر والدرر يحيي السعادة ولا ضجر. بسم الله كسر حبيب يلا قورة سيد رحمن يلا غرع بسم الله بسم الله بسم الله لم تتبقى سوى حصة القط،